مدينة سنجار. وسنجار مدينة تاريخية قديمة تقع شمال العراق، عمرها أكثر من 6000 عام، سكانها من العرب والأكراد، سكنها الميتان منذ الألف الثاني قبل الميلاد، ثم الحثيون، وبعدهم سيطر عليها الأشوريون، ثم الإخمينيون الفرس الذين اتخذوا من سنجار معقلا ضد الرومان. جاءها الفتح الإسلامي في سنة 18 هجرية على يد القائد عياض بن غنم في عهد الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. وفي القرنين الثالث والرابع الهجري حكمها الحمدانيون ثم العقيليون، وبدأ بعدهم حكم الأتابكة مع تولي عماد الدين زنكي على المدينة، ثم سيطر عليها السلطان صلاح الدين الأيوبي، وبعده حكمها المماليك حتى سقوطها بيد المغول، فدمرت بالكامل وتم قتل وإبادة سكانها، ثم استولى عليها تيمور لنك، وبقيت المدينة مسرحا للصراعات المحلية والإقليمية إلى أن سيطر عليها العثمانيون، فخضعت لهم لمدة تتجاوز 4.5 قرون، وبعد خروج العثمانيين أصبحت تابعة للدولة العراقية عام 1340 للهجرة.